السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا ثبتت قطوعات هناك بمحمية الأرانب، باقي شيء قليل إن شاء الله بس أكملها حتى هذول الأرانب هم أحولهم هناك. مثل ما شفتوا بالفيديو الراح، هذه الأرنبة البارحة فاتت على القفص مال السمان وموتت لي السمان، فإن شاء الله ما بقى شيء، بس شغلات بسيطة إن شاء الله أكملها هناك حتى أحولهم كلهم هناك. حاليا ما اريد احولهم لان شويه بعد الجو بارد، وهذه المحميه تكون ادفى من المحميه هناك مال الارانب، فاخاف عليهم من البرد بالذات الصغار. بس ان شاء الله يوم يومين اكمل المحميه هناك اوديهم كلهم هناك، هم وامهم. هذه اخاف لا تاذي الفناجس او باقي الطيور، لان الطيور هم ينزلون بالقاع، واني ما اقدر اخليهم كل الوقت يبقون بالقفص ويضايقون. فحاليا دائما افتح لهم القفص يطلعون ياكلون، بالذات الصغار يلعبون يتحركون، وبالليل ارجعهم احبسهم بالقفص. خلي اشوفكم المحمية اللي هناك. بسم الله. هذه القطوعات مثل ما تشوفون، سويت قطوعات بس بعد شوي يحتاج لها ترتيبات، ممكن بعدين اصبغها ارتبها. خمس قطوعات. الأرضية لحد الآن ما جبت أرضية حتى أكمل هذه الأرضية مالهم. طبعا رحت مرة ثانية على أبو المحل وبعد ما جايب، أخذ رقمي قال بس أجيب إن شاء الله أني أخبرك وتجي تأخذهم لي عند أكمل هذه بعد، وهذه أرضية بعد عندي نقص. هذه القطوعات سويتها بهذا الترتيب. أول شيء سويت، طبعا أني صبيت هذه قبل، بعدين رجعت كسرت شوية منها وحفرت، ثبتت هذه الحدايد مثل ما تشوفون، وشديت بيها هذه المشبكات القديمة عندي. بهذه الطريقة أشوفها أفضل، ثبتتها براغي بالحائط وشديتها براغي هم على هذه الحدايد، تكون أقوى وأفضل. وحتى أبواب سويت مثل ما تشوفون، بعدين ممكن أسوي قفالة شغلات الأبواب، ويحتاج لها هم صبغ حتى شوية تترتب وتطلع بعد أحلى. هذا القفص اللي عد أجمعهم بيه بالليل، لأن قلت لكم لحد الآن شوية عدنا برد. شوفوا هذه القطوعات. الأرنبة اللي هناك هي وصغارها والأنقورة معاها، راح أخليهم بعدين إن شاء الله بهذه الخانة تكون لهم، وهم أسد عليهم الباب حتى ينعزلون عن البقية. وتعرفون هي عدها صغار، فمرات اذا يقرب يمها ارنب شي ممكن تأذيه. هناك عندي راس الاسد، وهذول بعدهم بنفس المكان عندهم اكل. طبعا خليت هذا الليتر بوكس يمهم، بعدين هم ان شاء الله ممكن اخلي لهم ليتر بوكس حتى يتعلمون على الليتر بوكس ولا يبقون يوسخون بالقاع، بالرغم من انه جواهم القاع تراب، يعني اذا رطوبة او شي قبل تروح جوه تبقى بس الفضلات مالهم فوق. بس هم احاول اعلمهم على الليتر بوكس بعدين. وطبعا هم صورت فيديو القناة الثانية، احتمال انشر عن الطيور بيها هناك، وهذه تبقى للارانب. طبعا اني هم من زمان ببالي هذا الشيء، وهم واحد من المتابعين قال لي ليش ما تسوي قناة للطيور وقناة للارانب. احتمال انه القناة الثانية مثلا انشر بيها عن الطيور، وهذه القناة تبقى انشر بيها عن الأرانب. راح أخلي رابط القناة بالوصف، اللي يحب يتابع عن الطيور وكذا راح أنزل هناك. صورت فيديو احتمال أنزله اليوم، تجربتي مع الجولديان فينيش، وبعدين إن شاء الله هم ممكن أصور لكم الأعشاش مالهم، وهم أنزل الفيديو بالقناة الثانية هناك. فراح أخلي الرابط بالوصف، اللي يحب يشترك بالقناة الثانية خليه يشترك. وهذه القناة إن شاء الله دائما راح أنزل لكم بها آخر المستجدات عن الأرانب. هذا كان كل شيء بخصوص فيديو اليوم. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله.